السلام عليكم ورحمة الله متابعي ومتابعات قناة موغادور الرقي والمعرفة. إذا غبت عليكم واحد شوية، يعني تعطلت عليكم واحد شوية، ولكن ملي كنرجع كنجيب الجديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا ديداكتيك اللغة الفرنسية، وغادي نشوفوا غادي ندير معكم قراءة تحليلية لجدادات مكونات اللغة الفرنسية، à savoir la lecture, l'activité orale, la grammaire, la conjugaison, ainsi de suite. Donc, on va voir le temps de tous les mots. كيفاش كتخطط الجدادة، شنو هما المعايير، شنو هما لي زيتاب ديال الجدادة بالنسبة لكل مكون، شنو هما لي زوبجيكتيف دابرونتيساج. إذا فهو فيديو أو شريط كنستهدفو فيه المترشحين والمترشحات لمباراة التعليم، وخاصة السلك الابتدائي، إذا الناس اللي بغا يدفعوا الابتدائي. إذا فغادي نشوف معكم اليوم اللغة الفرنسية للمستوى الرابع ابتدائي، لأنني طلعت على الامتحانات، وبعض الامتحانات يعني الأسئلة تطرح في هذا المستوى، هذا مستوى الرابع ابتدائي. إذن على بركة الله، بلا ما نطول عليكم، ما تنساوش ديروا واحد تابوناو في لاشين وديروا جيم لدعم القناة. إذن فالمحتوى اللي كنقدمه هنا في القناة محتوى هادف ومفيد للجميع، على بركة الله. إذن نبداو على بركة الله. إذا فالمعلومات اللي غادي نقدم لكم اليوم بخصوص ديداكتيك اللغة الفرنسية غادي نقدمهم لكم من لو غيد دو لونسينيونت اي دو لونسينيون، يعني من الدليل ديال الأستاذ والأستاذة، يعني مصادر، يعني معلومات موثوقة. إذا نبداو بالنسبة لأول شيء غادي نبدا معكم، هو أنه خصكم تعرفوا بأن في الفرنسية كاينين الوحدات لي زينوتي دابرونتيساج. إذا لي زينوتي، إذا فمكونات اللغة الفرنسية إذن فهي كتوزع على وحدات، إذن السنة كيكون فيها ستة الوحدات. دونك هاد الوحدات هادو ساك يونيتي اكسبلواتي اون 5 سيمين بيداغوجي، كتجي قلنا ديجا في القراءة المقطعية. إذن فكل وحدة يتم كتجرى على خمسة أسابيع تربوية. إذن فالوحدة كتدي لنا خمسة الأسابيع وكتنتهي. إذن مزيان. بالنسبة لأورغانيزاسيون دو لا سومين بيداغوجيك، السيماناج كيكون فيها بالنسبة للفرنسية لونفولوب، إذن الحيز الزمني أو الغلاف الزمني اللي كيتعطى للغة الفرنسية بالنسبة للربع هو ست ساعات. إذن هاد ست ساعات فين كندوزوها؟ إذن ليزاكتيفيتي أوغال كيديو لنا 60 دقيقة، إذن كيكون فيهم جوج حصص في الأسبوع. كنهضروا دابا على الحيز او الغلاف الزمني الاسبوعي، راه قلنا 6 ساعات، عقلوا معايا 6 ساعات كتتوزعوا على الشكل التالي. كتدي فيهم ليزاكتيفيتي اورال، اذا ليزاكتيفيتي اورال كتدي 60 دقيقة. هاد 60 دقيقة راه موزعة على جوج حصص، اي في الاسبوع كيكون جوج حصص، 30 30. اذا لا ليكتور كتدي لنا 100 دقيقة، كيكون فيها أربعة الحصص في الأسبوع، أربعة الحصص. إذا هاد 100 دقيقة كنوزعوها على أربعة الحصص. إذا نقدر نديرو في الحصة الأولى 30، كنديرو أربعة الحصص في الأسبوع باغ سومين. دونك كنوزعوها، هادوك أربعة الحصص كنوزعوهم، هاد 100 دقيقة كنوزعوها. إذا حصة من 30 و30 وجوج أخرين غيكونوا 20 20، هكذا هي 100 دقيقة. ليكتور كوبي كتكون كدير لنا 20 دقيقة باغ سومين، في الأسبوع كتكون واحد الحصة ديال حصة وحدة فيها 20 دقيقة. لا بويزي تقدر تكون قصيدة ولا أنشودة، كتكون فيها 20 دقيقة. لا غرامير 30 دقيقة، أي حصة وحدة. لا كونزيغيزون 30 دقيقة باغ سومين، حصة وحدة. لورتوغراف حصة وحدة 20 دقيقة. لا ديكتي حصة واحدة 20 دقيقة. لا برودكسيون دو ليكري حصة واحدة 30 دقيقة باغ سومين. اي لو بروزي دو كلاس حصة واحدة باغ سومين 30 دقيقة.
30 دقيقه. اذا هادو هما هذا هو الغلاف الزمني، هذا هو الكلاسيك كتكون فيه 6 ساعات. اذا عقلوا معايا بالنسبه للحوايج اللي كيكون فيهم حصه واحده، كتكون لا غرامير، لا كونجيغيزون، لوكتوغراف، لا ديكتي، لا برودكسيون ايكريت، لو بروزي دو كلاس، ليكريتور اي كوبي، حصه واحده حتى هي. اما لي زاكتيفيتي اورال كيكون فيهم جوج حصص، وبالنسبه للليكتور 4 الحصص في الاسبوع. اذا هذا الشيء مهم نناقشوا معكم اليوم لانه هذا الشيء كيتضبط. دونك ندوز لحاجه اخرى. دابا غادي نمشي معكم بالنسبه للسيناريو كيفاش كتجرى كل مكون كيفاش كيتجرى. اذا ستريكتور دي لوسون دورال، لا ستريكتور اذا بنيه درس لورال، اكتيفيتي اورال درس. اذا 4 grands étapes imbriquées les uns aux autres constituent un processus continu d'enseignement, d'apprentissage en un tir retenu. Cette segmentation est dictée par des raisons pédagogiques. Et dans les nous avons dit que إذن بالنسبة للأسبوع الأول، إذن قلنا بأنه كيكونوا جوج حصص. بالنسبة للدرس ديالنا كيكونوا جوج حصص، وفي الأسبوع الثاني كيكونوا جوج حصص أخرين. بمعنى أن الدرس كيدينا 4 الحصص بالنسبة للأكتيفيتي أورال. بالنسبة للحصة الأولى كتسمى أوبسيرفاسيون ديكوفيرت بالعربية. هاد اوبسيرفاسيون ديكوفيرت كتعني ملاحظه واكتشاف. اش كي سازي دو فير اوبسيرفي لو سيبور دي لاكتيفيتي بور لو فير ابريوندي دو مانيير جلوبال. يعني اش كنشوفو هنايا هي ان التلميذ غادي نوريوه بالنسبه كتكون واحد بالنسبه للاكتيفيتي اورال كيكون واحد كما كنقولوا انستيتياسيون دو كومونيكاسيون، يعني كما كنقولوا بالعربيه تواصل. التواصل هي كتكون ما عرفت العربيه كتقول، المهم انستيتياسيون دو كومونيكاسيون. اذا هنا خص يشوف واحد الصوره ولا ان بوستر كنعلقوه، واحد الصوره كبيره يكون فيها ناس، واحد السيتياسيون. اذا من تما غادي نخرجوا الديالوغ، اوبسيرفي ليماج، ايدونتيفي لي بيرسوناج، غادي تعرف هما الاسئله اللي كنطرحوا. اوبسيرفي ليماج، ايدونتيفي لي بيرسوناج، تعرف على الاشخاص، ريليفي لي انديكاسيون سباسيو توربوريل. إذا غادي يستخرج لنا المؤشرات الزمكانية. en vue d'en faire dégager quelques hypothèses du sens. إذا هنا غادي نطلقوا، إذا من هذه الملاحظة هذه خصنا نستخرجوا فرضيات. إذا نستخرجوا فرضيات، compréhension et conceptualisation. إذا هنا غادي خصنا نفهموا ونبنيوا المفهوم. يعني هذا الشيء كيكون إذا الفهم والبناء المفهوم كيكون من بعد ابخي ليكوت دو ديالوغ. اذا غادي نبدا نسمعوا من الديالوغ، اما غادي نطلقوه من سي باف ديال البلوتوث، ولا غادي يكون عندنا بي سي، ولا غادي يكون ولا نقراوه. il s'agit de faire réfléchir les apprenants et de les faire interagir par rapport aux hypothèses formulées précédemment. اذا نتلاقى من هذوك الفرضيات، غادي نشوفوا واش صحاح ولا لا، نتلاقى من الديالوغ اللي سمعوه، ونحاولوا نبنيو المفهوم. لا كونسيبتواليزاسيون سيبوز لوغانيزون دي فورماسيون، اذا نظموا المعلومات داك الشيء اللي سمع. اذا لا برونون بيان لا برونونت بريت ان بري سو بريت، اذا كتستعد لواحد ان ترافير دو ريفليكسيون دالانيز، واحد اذا التحليل، نحللوا داك الشيء اللي سمعات. اذا هادو هما المراحل، هادو هما باش تفهموا اسنايا كومبريونسيون اي كونسيبتواليزاسيون ولي لي زوبس. هذا هو اللي كنفهم. اذا الحصه الاولى غير الملاحظه والاكتشاف، كنطرحوا السؤال، كنعلقوا لهم هذيك الصوره ولا البوستير، وفي الحصه الثانيه كيسمعوا الديالوج، وكيحاولوا انهم يتفاعلوا انطلاقا من الفرضيات اللي طرحناهم في الحصه الاولى. دوزيام في الاسبوع الثاني كتكون الحصه الثالثه، اذا كتسمى ابليكاسيون اي ترانسفير. شازي دو فير اكيرير à l'apprenante des stratégies de prise de parole. Et dans le cas où
يكسبوا التلميذ يعني استراتيجيات انهم يدويو يدويو بوحدهم، ياخذوا الكلمه ويدويو بعدين نسمحوا لهم انهم يستعملوا لي زيست، يتحركوا يعبروا بيديهم، يستعملوا الفوكابولير اللي غنعطيوهم، دي سيتياسيون سكولير، دي المواقف، وي وي دي ابورتي دي ريميدياسيون سيسير. اذا نحاولوا نتدخلوا ونصلحوا لهم، اذا نطقوا شي كلمه ماشي هي هذيك نصلحوها لهم. اذا خصهم اذا فكيكونوا مواقف تعبيريه، مواقف تواصليه، مثلا بحال بالنسبه لا بروميير يونيتي، بالنسبه لا بروميير سيونس كيكون فيها سو بريزونتي، اذا كيكون واحد البوستير يكون فيه التلاميذ كيعرفوا براسهم قدام الاستاذ. اذا حتى هما خصهم يحاكيو هاد لاسوسياسيون، خصهم يحاكيوها حتى هما يتعلموا انهم يعرفوا راسهم. اذا فخصهم تدخلوا الى تدخلوا انهم يكون عندهم هاد ان لانغاج دو دو لا دو دو سو بريزونتي، ان لانغاج دو سو بريزونتي. الى بالنسبه ل لا ديغنيغ سيونس ايفالياسيون ريميدياسيون، هاد ليطاب هادي. اذا ف كنشوفوا كنوقفوا واش لابرونون بيان لابرونونت، المتعلمه والمتعلمه، يدين تحققوا واش تحققوا اهداف الدرس. اذا كنجيبوا سي سيت ايتاب بيرمي اوز ابرونونت دو سيكسبريمي en réutilisant les objectifs de communication de l'unité dans une nouvelle situation. Une nouvelle situation ou qu'on se fout واش يقدر يحاكيها لينا واش فهم الدرس واذا كانوا تعطلات وحدين ما عرفوش كيفاش انهم ما فهموش، اذا كنتدخلوا حنايا وكندعموهم وكنديروا لهم معالجه. اذا هذه هي ادوات السيناريو ديال الاكتيفيتي اورال. دابا غادي نمشيو نشوفوا الجدادات. اذا غادي نخصوا هاد السيونس هادي بالنسبه للاكتيفيتي اورال. غنشوفوا الجدادات ديال الاكتيفيتي اورال، نشوفوا كيفاش كيتجرى الدرس. اذا كتلاحظوا معايا هنايا، هادي هي لافيش بيداغوجيك، هادي هي لافيش هادي هي اللي كيكون فيها الخطوات المتبعه. هذاك السيناريو ستنا المراحل ديال لاكتيفيتي اورال، اذا غادي نشوفوا هنا. اذا بالنسبه لو تيم، اي المجال، سميت المجال ديال لا بروميير يونيتي هو لا سيفيليزاسيون ماروكين، اي الحضاره المغربيه. اذا المكون هو اكتيفيتي اورال، النشاط هو اكتيفيتي اورال. عنوان هذا الدرس نوز ابيتون او ماروك، عنوان الدرس وبيان العنوان ديال لاكتيفيتي اورال ونوز ابيتون او ماروك. الهدف التعلمي بريزونتي سا ريجيون سون بي، بريزونتي سا ريجيون. اذا نقدموا، هذا هو الهدف، ان المتعلم يقدر يكون قادر على انه يقدم من منطقته او جهته وبلده. اذا بريزونتي سا ريجيون سون بي. لي سوبور ديداكتيك، اي الوسائل التعليميه، كيكون لو ليفري دي ليليف، الكتاب التلميذ، صفحه 12 18. سوبور اوديو، يكون عندنا لو ديالوغ في التليفون، وكيكون عندنا الباف. بوستير كوليكتيف، اذا فكتكون بوستير كوليكتيف كيكون واحد البوستير يعني صوره كبيره كيكون فيها ليماج اللي كتكون عند التلميذ في الصفحه 12، هذيك لا سيتياسيون. مزيان، اون ليتر دونز اون انفولوب تامبري، وكيكون عندنا واحد الظرف ولا رساله في ظرف فيه تامبر. اذا كما قلت لكم هنا الحصه كتكون فيها 30 دقيقه في اربعه، يعني اربعه الحصص. زين، اذا دو سيونس باغ سيمين، اذا فهاد الدرس غادي يتجرى في جوج سيمانات، دو سيونس باغ سيمين باغ سيمين. اذا هنا بالنسبه اذا هادي هي الرويساء الترويسه لونتيت ديال لافيش بيداغوجيك. اذا شفتوا اذا فيها دو سيمين، سيمين 1 و سيمين 2. اذا هكا كنخطوا كنوضعوا التيم، هادشي كلشي موجود عندنا كيكون في الكتاب، وهادشي كلشي ممكن. اذا هنا بروسيسوس، اذا هذا هو البروسيسوس دونسينيومون دابرونتيس، اذا هذا هو كما كنقولوا المسلسل ديال التعلم والتعليم والتعلم. اذا هنا كيكون فيه لي زاكتيفيتي دو لونسينيونت و لاكتيفيتي دو لابرونت. اذا هنا لا بروميير سيونس، هنا افون ليكوت،
اذا هنا مازال ما كيسمعش الديالوغ. اذا سيونس 1 ما كيسمعش ديال افون ليكوت. اذا هنايا افيش لو بوستير او ا ديفو انديكي لا باج روج دو ليفري. اذا اسكو يدير الاستاذ هنايا كيعلق البوستير الا ما كانش كيقول للتلاميذ انهم ياخذوا الصفحه 12 في الليفري بروني. اذا فهنا prenez votre livre à la page du jeu. Donc, oriente l'observation des apprenantes, des apprenants à l'aide des questions leur permettant d'anticiper sur l'illustration et de formuler des hypothèses. D'ailleurs, il y a un jeu talamide, il faut l'illustration, il faut le rasme, نعاونهم بأسئلة أنهم يعطونا دي زيبوتيز فرضيات. إذن من بين الأسئلة اللي خصهم يطرحهم الأستاذ أنا كو فواتو سور ليماج كو فواتو سور ليماج أش كتشوف الصورة أو سو تخوف لي تخوا زانفون أو سو تخوف لي تخوا زانفون فين كاينين دوك تلاتة الدراري فين كاينين نشوفو نعرفو واش عارفين المكان كو فون لي بيرسوناج أش كيديرو الشخصيات. À ton avis, Feraïk, que peuvent se dire les enfants? Que représentent les images dans la bulle? Dans le moment l'activité de l'apprenant, qui fait je vois des enfants et une dame. Ils sont dans une classe. On voit le tableau derrière. Les élèves discutent avec leurs enseignantes. Un seul élève écrit, formule des hypothèses. Il parle peut-être des monuments du Maroc et de l'artisanat. Les images sont la carte du Maroc, le drapeau du Maroc, la mosquée Hassan II, des objets de l'artisanat marocain. فهي دي زوبوتيز وكي كنت موداليتي يعني طريقة العمل ترافاي كوليكتيف. إذا عمل جماعي. إذا كنستهدف كاع جماعات القسم. من بعد لا بخوميييغ سيونس اللي هي لا سيونس كما طلقنا عليها اوبسيرفاسيون اي ديكوفيرت. إذا غادي نمرو لا دوزيام سيونس اللي هي كومبريونسيون et conceptualisation. Et il y a la deuxième séance. غير واحد القضيه نشير ليها هو ان هاد الاشياء هادي كتعاود راه سي فالابل. الا غنديروا معكم جوج وحده في الاكتيفيتي اورال وراه هادشي كيتعاود. هادشي غيتعطاكم في الامتحان خصكم تحطوه كما هكا. بالنسبه للتيم تيم راه غادي تحطوا التيم اللي غيعطيكم لا سيفيزاسيون ماروكان تقدر يكون سي تيم اخر. مثلا اكتيفيتي الى غتكتبوا اكتيفيتي اورال لانتيتولي غتشوفوا العنوان ديال الدرس. هنا العنوان ديال الدرس هو نوز ابيتون او ماروك. اذا شوفوا الدرس اللي غيعطيكم كيعطوكم المعلومات وكيقول لكم صيبوا الجداده. اذا لوبجيكتيف اذا فغادي تخرجوا بريزونتي سا ريزيون سون بي نوز ابيتون او ماروك. اذا من هنا اذا كنسكنوا في المغرب اذا فهنا présenter sa région sans pis. Hadchi kouchi kayetaoud. Donc khassna nkounou chouya ghir adkiya hadchi kayetaoud. Nmorro l'étape de compréhension et conceptualisation. Et d'un bensbal hna pendant l'écoute. Bensbal les activités de l'enseignant ou bien l'enseignante hna fait écouter le dialogue deux fois sur le support audio ou le dit lui-même. إذن هنا غادي نسمعوهم جوج المرات لو ديالوغ. نسمعوهم جوج المرات لو ديالوغ. يقدروا نسمعو لهم في شي باف يكون عندنا باف وبيان غنقرا عليهم. إذا ما كانش الباف كتقرا عليهم انت دو فوا. دونك هذا هو الديالوغ. كنقرا عليهم الديالوغ هذا هو ولا أي ديالوغ غيعطوه لكم. دونك إذا ما عطاش لكم ديالكم كديروا واحد الديالوغ تقدر ديروا انتوما. بحال هنايا غادي نقرا عليكم الديالوغ. لي زيليف دو لا كلاس دو كاتخيام دو ليكول ماسيرا كوريسبوند افيك اون كوريسبوند
avec une classe de CE2 de Montréal au Canada. هذا هو عنوان ديال الديالوج، يعني كيعني بأن التلاميذ ديال مدرسة المسيرة، ديال الرابعة ديال مدرسة المسيرة، كيتراسلوا مع تلاميذ ديال الثانية في مونتريال في كندا. شير جامي دو ليكول دو سانت امبواز، اذا شير جامي دو ليكول دو سان امبواز، نو سوم لي زيليف دو ليكول مسيرة كي سي تروف ا كازابلانكا. Notre pays est le Maroc, sa capitale est Rabat. Il se trouve en Afrique du Nord. Le drapeau de notre pays est rouge avec une étoile verte au centre. Chez nous, on parle en arabe, en amazigh et on apprend le français à l'école. Casablanca est la plus grande ville du Maroc. On y trouve la célèbre mosquée Hassan II, l'ancienne Médina et le grand quartier d'Habous. Dans le quartier, on vend des articles de l'artisanat marocain. Nous attendons avec impatience de recevoir votre lettre. Les élèves de l'école Massira. D'interroger le dialogue. Donc, quand on regarde le dialogue deux fois, on doit poser des questions pour valider les hypothèses et amorcer la compréhension. وباش ناكدوا الفرضيات ولا نفيوهم الفرضيات اللي وضعنا في لا بروميير سيونس. اذا كيس كو تو انتون، اذا كيس كو تو انتون، كيس كو تو انتون، اذا لا ريبونس جونتون لا ليكتور دو ليتر. اذا كيس كو تو انتون جونتون لا ليكتور دو ليتر. كي اكري اون ليتر ا كي بوركوا، كي اكري اون ليتر ا كي بوركوا. Ce sont les élèves de la classe de 4e année de l'école Massira qui écrivent une lettre aux élèves d'une classe de CE2 à Montréal, au Canada, pour leur présenter leur pays. Et dans Hadou, a joué Badil Telemid. Donc moi, il donne mon frère un Telemid de Job à Kada. Il dit, m'bad m'tkralé le dialogue. Où habitent les élèves de l'école Massira? Donc, ils habitent à Casablanca. Que font les élèves dans leur lettre? Ils donnent des informations sur leur pays, le Maroc. Ils se trouvent en Afrique du Nord, le drapeau du Maroc est rouge avec une étoile verte au centre. Donc, à tout moment, les questions qu'on a redoutées, c'est la le dialogue. Qu'est-ce que tu as les questions que j'ai eues là, pose des questions pour vérifier la compréhension. Et dans là, qu'on a واش فهم اسئله حول لو ديالوغ واش فهموه لانه تصنتو ليه دو فوا. هنا كنشوفو دي كيسيون دو كومبريونسيون. كي لانغ ابرين لي زيليف دو ليكول دان نذكر فنس ils apprennent le français. Quelle langue on parle au Maroc? Au Maroc on parle l'amazigh, l'arabe et le français. Que trouve-t-on à Casablanca? On y trouve le célèbre mosquée Hassan II et l'ancienne Médina et le grand quartier du Habous. Qu'est-ce qu'on vend au Habous? Dans le quartier, on vend des artisanats, des articles de l'artisanat marocain. Qu'attendent les élèves avec impatience? Qu'attendent les élèves avec impatience? Ils attendent une lettre des enfants de l'école de Montréal. Donc, il y a ce qu'il a de faire. نحاولوا اذا فقلنا بان الحصه هذه ديال الفهم انهم يتملكوا الحوار ويفهموه ويفهموا لي دي جينيرال ديال الحوار. اذا ف سي ان ترافاي كوليكتيف، لا موداليتي طريقه العمل ترافاي كوليكتيف توجور. نمروا للحصه الثالثه اللي غتكون في الاسبوع الثاني من طبيعه الحال، في الاسبوع الثاني. اذا كيكونوا جوج حصص في الاسبوع، اذا وجوج حصص في الاسبوع الثاني. Donc, la séance a dit, c'est application et transfert. Et dans application et transfert, il y a un le langage, l'objectif, l'objectif, l'objectif,
هو هنا خصنا نتملكوه بريزونتي سا ريزيون سون بي دونك خصنا دوك لي زيكسبرسيون دو لا بريزونطاسيون خصهم يتملكهم لا برونون اي لا برونونت هنا كنعطيو في هذه الحصه هذه في رابلي لو ديالوغ ولا كنذكرهم في الحصه الثالثه كنذكرهم بلو ديالوغ سو رابيل دو ديالوغ كنقراو عليهم واحد القراءه باش تذكروه ولا كنطرحوا عليهم شي اسئله كنطرحهم دي كيسيون بوغ نعرفوا واش باقيين عاقلين على الديالوغ ولا لا في جوي لو ديالوغ باغ كيلك ابرونون كينوضو كيلعبوا الادوار ديال لو ديالوغ الى غيتقراو ولا يقراوه fait identifier l'objectif de communication véhiculé par le dialogue, étant identifier l'objectif de communication, se présenter sans pire. Donc on doit savoir que ici, l'objectif de la communication, de la situation, fait écouter le dialogue pour faire dégager les expressions permettant de présenter un lieu. Donc on a les expressions censées, se trouve, il est, donc, et fait trouver d'autres expressions. Et donc, d'autres expressions. Pour présenter sa région, son pays, ma ville, ma région, il se trouve près de, loin de, beau, immense, ancien, moderne, artisanal, le palais, la mosquée. Donc, quand j'ai dit, et bien, la troisième, les cadres de la présentation, fait utiliser l'objectif de communication véhiculée dans le dialogue, dans des situations simulées, et dans des expressions, on va dire, c'est-à-dire, 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 donc, je suis un élève de l'école. On a qu'à être l'école d'Yalo. Mon école se trouve dans la ville d'Into, ma région. Dans ma région, Géati, mon village, ma ville, il y a et on évoque ce qu'il y a dans notre région. Donc, en gros, c'est ce que les mots de Géa disent. Quel est le tour qui a été fait pour le monde et qui a été fait pour le monde et qui a été fait pour le monde. Quel إذن semaine 2 في الأسبوع الثاني séance 2 donc هذه pardon إذن فبالنسبة للبروميير سيونس كيكون فيها pardon نعاود معكم هنا في لا بروميير سيونس كيكون فيها observation et découverte وكيكون فيها كنقراو لو ديالوغ كنقراو لو ديالوغ ويفهموا لو ديالوغ إذن هذه حصة واحدة تبعوا معايا الله يخليكم لأنه هنا كاينة اون ايغور درتها Hena ben sbal la première la semaine 1 science 1 qui est avant l'écoute d'écoute quand on a le poster quand on a les questions quand on a des hypothèses au même temps dans le même temps dans la lesson quand on lit le dialogue on a les questions parce que je vois je fais moi là et donc c'est la première séance semaine 1 la deuxième séance semaine 1 et donc ma application et transfert donc après l'écoute la présentation les expressions sont ou quand j'ai boire d'une chorène ou quand qui m'a qu'un goulou qu'un stamlium des situations simulées faudrait ou hakia ou mouchabia et d'un hadi a dit bourda science 2 c'est tourné qu'un groupe dialogue qui dialogue qui est grave كان كيحاولوا يقراوه ويفهموه وإذا كان ديالوغ إذا كان حوار كيتلعب إذا كنقول للتلاميذ أنهم يطلعوا السبورة إذا ويلعبوا له ديالوغ يلعبوه أنه كل واحد نعطيه دور يقوم به كنعرفهم بالوبجيكتيف بالهدف التعلمي اللي هو أننا خصنا بريزونتي سون بيي ونعاود on a le dialogue parce qu'il se trajo il y a des expressions qu'on utilise pour présenter un lieu macan pour présenter un lieu fait tour trouver d'autres expressions qui peut me donner des expressions pour présenter sa région et son pays votre région ou votre pays et on utilise les expressions pour des situations simulées donc Naya a dit la deuxième science. Amabizba, la troisième science, il y a évaluation. Elle dit qu'elle trouve là, la deuxième semaine, troisième science. Évaluation et d'un tkouim. Quand dirons un rappel, que font les élèves de l'école Massira dans la lettre et vous invite, il se présente, il présente le Maroc. On a
présenté. Et vous, on a présenté notre pays. Donc, invite les apprenants et les apprenantes à exploiter le contenu de la deuxième semaine, de l'oral, classe 3, assimile la consigne de chaque activité. Donc, il y a beau activité A, 1, activité 2, l'activité 3. Donc, s'assurer de la compréhension de la consigne, invite les apprenants à observer les photos, à nommer ce qu'ils voient sur les photos, à réfléchir avant de répondre et à préparer leurs réponses. Donne la parole aux apprenants pour s'exprimer, orienter l'expression, à l'aide des aide les apprenants en difficulté et corrige les erreurs. Donc ici, on va essayer, Adin Haoul Hunaya, Andana, Isaibou, Tamarin, la page de montage, activité 1, ma ville s'appelle Marrakech, c'est une ville du sud du Maroc. On y trouve le bassin de la Minara, la mosquée Koutoubia et la célèbre place Jemaa Fès et le centre culturel du Maroc. Donc, ce sont des situations de communication où on présente notre ville ici. On a un atium de Kalima, un atium de Kalima, invite les apprenants à préserver les photos et on trouve il y a un ismiou. داكشي اللي كيشوفوا في التصويره ويفكروا قبل ما يجاوبوا ويوجدوا الاجوبه ديالهم كنعطيهم شويه الوقت وكنعطيهم الكلمه انهم يدويو انهم بور سيكسبريمي خصهم الاساس في لا كومونيك في الاكتيفيتي اورال انهم يدويو وي يستعملوا لي زيكسبريسيون دو بريزونتي ا ليو وكنوجه اوريونت ليكسبريسيون كنوجه الحوار وكنعاون لي زابرونون لي زابرونونت اللي عندهم تعطر اللي عندهم اللي كيديروا لي زيرور كيديروا الاخطاء دونك هذه هي لا سيونس كتكون تقويم كنحاول مدى تمكن لي زابرونون لي زابرونونت من لي زوبجيكتيف دو لابرونتيساج انهم كيفاش انهم واش تحقق الهدف التعلمي بالنسبه لايطاب ري انفستيسمون سيمين 2 سيونس 4 هنا انفيت لي زابرونون à prendre la parole pour s'exprimer à partir de l'activité 4 de la page 18. Donc, on a la parole, 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 on a page 30. S'assurer de la compréhension de la consigne. Toujours, on a la parole, on a la parole, on a la parole. Inviter les apprenants à réfléchir avant de répondre et préparer leur réponse. Donc, on a la parole, on a la dans la parole, aux apprenants pour s'exprimer, évaluer, évalue et demande aux apprenants de s'auto-évaluer. Et dans le cas où on souffre de la mythe, on a un peu de temps à faire. Dans le cas où on a un peu de l'activité orale, la quatrième année de l'enseignement primaire français.